هواها مصري على الراديو 99. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. طيب زي ما قلت لحضراتكم وانا بتكلم على كوب 27 او مؤتمر المناخ، بحب اشوف الفعاليات اللي بتتم على هامش المؤتمر. يعني شوف بنشوف طبعا كل الفعاليات اللي بتتم والجلسات وكل ما تم من مذكرات تفاهم واتفاقات للقاره الافريقيه الفتره اللي فاتت، ولكن واضح ان كان في مجهود مجموعه برضو من الشباب شغالين على الملف ده، لان مصر شغاله طول الوقت مع القاره الافريقيه. لو بنفتح اي ملف مع حضراتكم هنا في حال بلدنا بنلاقي ان مصر مش بتتكلم عن نفسها، بتتكلم على القاره الافريقيه، تحديدا بقى في التاثيرات المناخيه اللي بتتم داخل القاره. ايه اللي حصل؟ مجموعه من الشباب تحت اسم مؤسسه شباب بتحب مصر اشتغلت على الملف ده، واشتغلت على الملف داخل القاره الافريقيه ازاي. وانا عارف كان في كمان مجموعه من الجولات من صديقنا العزيز استاذ احمد فتحي رئيس مجلس امناء مؤسسه شباب بتحب مصر داخل القاره الافريقيه، شاف ايه وعمل ايه وايه الفعاليات. خليه يكون معانا يا استاذ احمد. مساء الفل. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله كله بخير. عملتوا ايه؟ انت عملت مجهود كبير جدا، عايزين نعرفه للناس. والله طبعا يعني احنا ابتدينا الاهداف لقمه المناخ 27 في ديسمبر السنه اللي فاتت بمؤتمر مخرجات قمه المناخ 29 طريق لقمه المناخ 27. تمام. كان مشارك فيه ممثلين ل 42 دوله افريقيه، بعد كده سافرنا اكثر من 12 دوله افريقيه في اطار الاستعداد لقمه المناخ، سواء بقى اسبوع افريقيا المناخ او مؤتمر دول الدول الافارقه او الجلسات التحضيريه قبل القمه او ما الى ذلك، والى جانب بعض المؤتمرات الدوليه للوصول ان احنا بقينا في قمه المناخ 27. واطلقنا شعله العداله المناخيه في شهر اغسطس في البرازيل في الجابون اثناء اسبوع مناخ افريقيا، والشعله دي لفت على 6 دول، راحت ناميبيا، راحت المغرب، راحت كينيا، راحت زامبيا، ووصلت لمصر واستقبلها ممثل وزاره الخارجيه المصريه يوم 4 نوفمبر. تمام. عن نيابه عن السيد رئيس قمه المناخ، واحنا موجودين بوفد كبير مكون من 119 واحد من بيمثل 51 دوله افريقيه داخل القمه، بندعم المطالب اللي بتطلبها افريقيا وهي مطالب العداله المناخيه ومطالب تمويل الخسائر والاضرار والمطالب المتعلقه بالموضوعات الشائكه اللي موجوده داخل قمه المناخ، وهي ان الدول الافريقيه هي اكثر الدول تاثرا بالتغيرات المناخيه وهي اقل قارات العالم اصدارا للانبعاثات الكربون. دي الفعاليات اللي اشتغلتوا عليها يا فندم قبل داخل المؤتمر. انا عارف ان اشتغلتوا برضه في مجموعه من الفعاليات على الارض بقى. بالظبط. عملنا استقبلنا شعله المناخ، ثم عملنا مسيره يوم السبت اللي فات، المسيره الرسميه للمناخ زي تظاهره. عملنا مسيره لمسافه حوالي كيلو بنعبر بيها عن في الجرين زون. لا في الشارع. في الشارع من بره بالظبط. بعد كده دخلنا على المنطقه اللي موجوده في المتعلقه بالبلو زون ووقفنا جواها واتكلمنا عن المطالب بتاعه الشعب الافريقي والمطالب بتاعه الدول الافريقيه وابناء القاره الافريقيه وتاثراتهم الشديده في ملف الزراعه وفي ملف المياه وفي ملف توفير الغذاء، وبالتالي ضعف البنيه التحتيه الموجوده عندهم وتاثيرها بالجانب المتعلق بالقضايا والجانب المتعلق بالكوارث المناخيه، فبالتالي لازم يكون في ادراج للخسائر والاضرار، وده اللي ادرجته رئاسه قمه المناخ اللي تم ادراج على اجنده القمه لاول مره ملف الخسائر والاضرار، فبالتالي ده كان جانب مهم جدا اللي جانب مجموعه كبيره جدا من الاحداث الجانبيه تم اثرهم امبارح يوم المجتمع المدني بجناح المصري وبمشاركه الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ. تمام. ورئيس التحالف اللي تم تعبير عن الانجازات اللي تم الاعداد ليها، يعني بنواصل الضغط وبنواصل العمل للخروج من المسوده متعلقه بتمويل الخسائر والاضرار متعلقه بجوانب التمويلات المناخيه لابناء القاره الافريقيه. كمجموعه شباب يا احمد بقى خلينا نتكلم على الاستقبال للحاله دي داخل المؤتمر، اكيد تواصلتوا مع كل الجهات المعنيه سواء من الجهات الحكوميه او المؤسسيه او زي ما بتقول المجتمع المدني، ردود الافعال ايه عن المؤتمر عامه بصرف النظر عن التوصيات؟ هو حتى الان يعني الناس بتسعى وبتامل ان نقدر نخرج بوثيقه مهمه في شرم الشيخ، خصوصا ان العالم بيشهد يعني تاثرات كبيره جدا بقضيه او ازمه الطاقه وقضيه الحرب الاوكرانيه الروسيه، فبالتالي الموضوع مخلي الناس يعني بتسعى بشكل جاهد جدا ان هي تخرج بجوانب من المخرجات، وكمان زياره الرئيس الامريكي واعتذاره عن الانسحاب من اتفاقيه باريس للتغيرات المناخيه، ده كان جانب مهم جدا في هذا الموضوع، و يعني استعدادهم للدعم والتمويل. احنا بننتظر دايما يعني بنحكم على قمه المناخ في اخر يوم مع صدور التوصيات، وان كنت اتوقع ان يتم مد قمه المناخ ليوم اخر للوصول الى وثيقه نقدر نخرج بها وثيقه شرم الشيخ وتكون طريق الى قمه المناخ 120
فيها الامارات العربيه الشقيقه. رؤيتك يا احمد كشاب عادي بقى مصري، الرؤيه اتغيرت عالميا للتغيرات المناخيه؟ يعني المؤتمر نجح في تغيير الرؤيه الجماهيريه الشعبيه مش بس للحكوميه؟ والله هو يعني واجهت بس الملف الكبير عندنا في المنطقه العربيه طبعا، احنا نتناول قضيه المناخ، لكن بالنسبه للازمه العالميه هي قضيه مهمه جدا العالم كله بيتكلم عليها. والجوانب انا كنت سعيد جدا ان في كثير من المصريين وكثير من العرب بداوا يتكلموا على قضيه المناخ، حتى ان كان يعني الكلام ما بيكونش دقيق 100%، لكن على الاقل مجرد طرح الموضوع على الجمهور ومجرد الناس تتحدث عن هذا الامر ده مهم جدا، بيدينا او بيحملنا مسؤوليه كبيره كناس بنشتغل في هذا العمل، ان احنا نشتغل على التثقيف ونشتغل على التدريب والتاهيل للشباب والكيانات الشبابيه في قضايا المناخ، بحيث يكون لهم دور فاعل في المستقبل وفهم المناخ القادم. كلام محترم جدا وموجود اكثر احتراما، كل الشكر صديقنا العزيز الاستاذ احمد فتحي رئيس مجلس امناء مؤسسه شباب بتحب مصر. دور مؤسسه كبير صراحه محترم على الارض، تنفذ من خلال الجولات زي ما قلنا لحضراتكم او من خلال الفعاليات اللي تمت داخل كوب 27 مؤتمر المناخ، وان شاء الله بيبقى ليه صدى واسع الفتره اللي جايه، وانا عارف المجهود المؤسسه مش هيخلص، هيكون معانا ان شاء الله استاذ احمد الفتره اللي جايه على مدار الحلقات المختلفه نشوف كل ما يتم من انجازات، وخصوصا بعد التوصيات اللي هتخرج من المؤتمر. 1 9 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.